الليلة سهرة رمضانية وكلاسيكو بين النجم الساحلي ونادي الصفاقسي، كيفاش تشوف المقابلة الليلة؟ شوف المقابلة الليلة كالعادة إن شاء الله مش نربحوا انتصار معروف للصفاقسية كالعادة. إن شاء الله احنا نكونوا اليوم نأكدوا النادي الرياضي الصفاقسي أنه بطل تونس وإن شاء الله بطل أفريقيا، مش غريب على المشاركات الأفريقية. إن شاء الله اليوم مربوحة بحول الله، وإن شاء الله المقابلة كتعادة قوية في كلف الروح الرياضية. إن شاء الله مربوحة يا رب. عوادة الليلة. بطاقة تأهل الكأس الاتحاد الأفريقي زعما مش تكون من نصيب شكون؟ سي سي سي. جمهور سي سي جمهور مذهب، جمهور يساندها للدقيقة 90، بحاول نروحوا اليوم بانتصار إن شاء الله. تخيل عدد هائل من التذاكر، ممكن حتى أكثر من البلاي أوف. على حسب ما نشوف الاقبال الجماهيري ممكن انه الوقت ضيق بعد شقان فتره، الناس الكل خرجت شربت قهوه معروف وتدخل للستاد، اما على ما نشوف حسب ما تشوف الاصوات الخارجه من الملعب انه الاقبال الجماهيري اكثر من العاده. احنا داخلين باش نربحوا ان شاء الله مربوحه وبر. احلى رمادلا احلى قادلا ما تسمع كل الشمعيه في قدرتنا. شنو رايك في التنظيم؟ التنظيم بصراحة ناقص التنظيم. توا احنا مثلا بنات نورمالمون يعملوا لنا مدخل وحدنا، ما ندخلوش في معناها مع الاولاد هكاكا. التنظيم ناقص بصراحة، أما إن شاء الله مربوحة. احنا جينا للجمعية نشجعوا فيها، احنا ديما ناقصنا شوية تنظيم في صفاقس بصراحة. سازدين في سهرية رمضانية وكلاسيكو بين النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي، التنظيم كيفاش الليلة عكس المقابلات الأخرى في رمضان؟ الأخرين خاطر الليلة شقينا الفترة في الستاد. من الساعة 6 واحنا في الاستاد، شقينا فترتنا في الاستاد. والعمل الليلة أصعب من الأقبال. أصعب بالطبع، الجمهور الكل يجينا مع فرد وقت في نص ساعة، ساعة غير بعض، دينا برسك توا 7000. ورغم ذلك ربع ساعة مازالت على المقابلة ومازالت الجمهور. مازال الجمهور يتوافد مازال. احنا قاسيين 8000 تذكرة وإن شاء الله كل شيء يتعدى فيه أمور طيبة إن شاء الله. الى الفرجه مضمونه ولا بيان سير 100% فرجه مضمونه 100%. وشي مارك؟ والله ادريسا. شي مارك ادريسا فرجاني ان شاء الله. في وقت الشده دي ما احسن مكان تقعد الفوق، احسن بارتي، احسن بلاصه في العالم، ونشجع الجمعيه بالروح بالدم في تكساس. يظل مخير الجلوس على مقاعد مدارج ملعب طيب المير بصفاقس ولا على كراسي القهوه؟ والله شو اقول لك، الفرجه كي تبدا في استاد احسن، معناتها على الدروج غادي كي مباشر تتفرج وتتمتع بالبارتي، وكيما نقول اجواء رمضانيه وسمحه صاريه كرويه الليله في القهوه. ايوه نعم. هاي كيفاش الليله الماتش بتاع نادي الصفاقسي تشوف نادي الصفاقسي عرف كيفاش يسيطر على المجريات المقابله ولا؟ من حيث مسيطر، حتى ليتوال تعب اليوم ماهيش في فورما. شكون مش يربح؟ تو نادي الصفاقسي متقدمه واحد بلاش. وزيد ماركي بونتو اخر.
سالي يظل نادي صفاقس متحكم في نسق المقابلة ومردد ممتاز وهدف جميل. لا هدف سمح ياسر في لعبة وفي في تكتيك ومخدوم بالباي بالباي. لعبنا بالباي الشوط الأول والفرد اللي كان في رجاني معناتها التخريجة كانت طيارة قد قدو ادريس صعيبة ركح كرة صعيبة ما حط بونتو. نادي صفاقس يفتتح النتيجة بهدف إدريس كويتي هدف عالمي. اللهم صل على النبي هدف معناها غير عادي. كرة كيفاش تخرج من عند فرجاني ساسي يعني روعة عالمية. شوفوا جواردنا تبارك الله عليهم في السهرة الرمضانية هذه معناها فرحونا وفرحوا خلوا صفاقس الكل زاد فرد أبار البطولة اللي هزينا الحمد لله يا رب. سي ناصر اليوم تفرجنا في مقابلة من طراز رفيع جمهور من ذهب هدف مزين وتفرجنا في كل شيء ورقة حمراء وكل شيء شفنا اليوم في الماتش. اي سي سور اللي صار في الكرة الكل شفناه سي سور معناتها حاجة مباراة مهمة أول مباراة في بداية موسم ضد فريق كبير اسمه النجم الساحلي صارت المهم ما كانتش مباراة سهلة معناتها كانت صعيبة لكن عرفنا نتعاملوا معها عرفنا النادي الصفاقسي كيفاش يخرج مباراة هذه بالرغم انه النجم الساحلي تعرف اول مباراة في الكوب دلا كاف يحب ينتصر بالطبيعه حق نتيجه ايجابيه باش يبدا مشواره على احسن ما يرام. ماتش اليوم تعداش ماتش سهل الديفونس مش معني بالديفونس كهو ولا جارديان كهو معني بالليكيب من اول اتاكون للجارديان دونك الحمد لله الناس كل تقوم باللي رول نتاعها وربي وفقنا وانتصرنا ان شاء الله. اليوم الهجوم نتاع النجم تعبكم ولا؟ عندهم متكبي بون هي ليتوال كوم ايكيب ككل باهيه فريق محترم يلزم واحد كي باش يكور لها يركز لها بالكدا الحمد لله اليوم ركزنا لها كوم يلفو رامي كان مركز بالكدا فما دي زوكازيون صعاب نحام تبارك الله عليه. لا الاولاد الكل يعطيهم الصحه الناس الكل اونيتي بيان كونسونتري يمكن هذا هو اللي صنع الفرق ماركينا بونتو في اول الماتش بونتو مزيان صحيح وكنا مطالبين معناتها بتركيز 100% باش نحافظوا على النتيجه هذيك الحمد لله وفقنا ربي لاخر المباراه قعدت النتيجه واحد بلاش ساعات وخرنا شويه معناتها يمكن بتيتر فما شويه تعب ظهر علينا على خاطر فما كيك جوار اللي يعني ما ارتحناش جمله من الموسم اللي فات ستاج ايكيب ناسيونال رجعنا توا لهنا. سي حمادي نادي صفاقس يسيطر في الشوط الاول وحاول بعديد الفرص ومرك هدف لكن في الشوط الثاني تراجع المردود نتاعو. اهم شيء بالنسبه للفريق هو ثلاث نقاط تعرف احنا جارينا المقابله دخلنا المقابله ب 14 لاعب عندنا ثلاثة لاعبين في بنك الاحتياط ما حاولنا نجريو المقابله حاولنا ما نجازفوش حتى التغييرات بتاعنا اليوم كانت مدروسه اهم شيء هو ثلاث نقاط في مقابله كيما هذه ضد النجم الساحلي المكسب الاخر هو الدخول القوي تاع ايوب جرتيله معناه اندماجه مع المجموعه مال الحناشي قدم مقابله ممتازه هذه من مكاسب تاع المقابله هذه. الحمد لله واحد يخدم على روحه معناها اعطاني لونترنر الفرصه نتاعي والحمد لله معناها واحد يعاون صحابه باللي يقدر فهمت. ما تشوف النادي الريدي صفاقسي كان قادر على اضافه الهدف الثاني والفوز بنتيجه عريضه. اي صحيح جاتنا زوز وثلاثه فرص الحمد لله لا غالب اهم حاجه 3 بوان معناها. فرجاني اللقاء الكلاسيكو بين نادي صفاقسي والنجم الساحلي وبين فرجاني ساسي ومصعب ساسي اليوم. والله صحيح معناها كلاسيكو ومع خويا معناها هذا مش اول ماتش لعبنا كنت ربعنا هذا رابع ماتش. نتصور معناها كانت الاغلبيه اللي نحن في الماتشات اللي لعبناهم. الحمد لله ربي زدنا ورينا نحن حاضرين ونحن كنا احسن منهم ما يعنيش اليوم قدموا مردود باهي ما نحن مسجلين هدف في اول مباراه تعاوننا نحافظ عليه وثرو بو معناها مهمين برشا في البالكون نتاعنا. الجمهور كان يستنى فينا يعني نعرفوا اللي في البطوله يعني مازلنا من غير جمهور مازال قرار اليوم جاوا في رمضان حبوا يتمتعوا يعني بجمعيتهم وبلقاء كبير الحمد لله ظهر لي راحوا الناس كل فرحانين وكان لقاء باهي صحيح كنا نجموا يعني نزيدوا النتيجه في وسط المقابله ما يعني ما تمكناش الحمد لله كنا واقفين مليح وديفونس اليوم يعطيهم الصحه زاده كانوا منظمين بالقدا وعاونونا برشا وان شاء الله ديما هكا ان شاء الله.